لازم اللي ما يمكنش اللي ما يمكنش يجوا الا اب الا هذا شي بان الوجه ديالو او غادي يبان. ومن بعد انا غادي نشوف اللي ثمار حقيقيه وبغي نقولوا الكنيسه الميته، ولكن حنا اللي بغينا هو ان تاتي في وسطنا تملأنا بالقوة روح الله أبتهج يا هللويا. بالنسبة للمسيحيين المغاربة اللي والمسيحيين اللي كيعيشوا في المغرب مازال باقي كيعيشوا يعني واحد الخوف وواحد الرعب من الاعلان عن الايمان ديالهم وعن المسيحيه ديالهم لعده اسباب، منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو قانوني. في الحقيقة المضايقات يعني نقصوا، ما بقوش مضايقات كما كان قبل. يعني إلا كانت شي مضايقات كتكون مضايقات يعني استثنائية، يعني من ممكن من الجيران، ممكن من العائلة ديالك، وما من الناحية الأمنية كنظن الوضع تحسن، ماشي كما قبل الحمد لله. يعني بزاف ديال الأمور تبدلات، ما بقاش اعتقالات، ما بقاش يعني بزاف ديال الأشياء تحيدت. ولكن المضايقات اللي غادي تكون اللي كنخاف منها تكون هي مضايقات من العائلة ومن الجيران ومن الأصدقاء، يعني من المجتمع. غادي نمشيو كلنا لمرقس الفصل 9 الآية 30. يعلم تلاميذه ويقول لهم إن ابن الإنسان يسلم إلى ديال المتقوات من بعد قيامة الرب يسوع المسيح. إذا قارنا مبدأ الشهادة ديال يعني بداو